توقيع الاتفاقية هو مش جديد، هو تجديد لاتفاقية وقعت ب 2019 وطدنا فيها العلاقة مع الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت لمساندة دولة الكويت برؤيتها 2035 وتقوية القدرات الموجودة بدولة الكويت لتكون متحضرة بيئيا وعالميا بالدور اللي عم تلعبه دولة الكويت معنا كبرنامج. طبعا دولة الكويت هي من الدول الكتير فعالة وتعمل معنا على قرب، وشفناها بهالاتفاقيات والبرامج اللي عم نشتغل فيها اللي هي من النقاط المهمة بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، هي من أولويات عملنا عالميا مش بس بدولة الكويت، فهني عم يكونوا مثال لبلدان تاني بنطمح انه يتبعوا هيدا الطريق ونشتغل معهم بنفس الطريقة.